السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، ده فيديو عن تصدير ملف DXF من برنامج الأوتوكاد لبرنامج ELPLA لرسم لبشة ذات فتحات بدل إدخالها مانوال باليد. عندنا ملف PDF للوحة الأساسات لمشروع قرية تاور باي في محافظة بورسعيد في مصر على ساحل البحر المتوسط. المفروض أن أنا عايز أدخل اللبشة اللي فتحات دي على برنامج ELPLA. طبعا أنا عندي الملف PDF، المفروض أن أنا عايز أحوله لملف DXF أقراه على الأوتوكاد. فروح على أي صفحة على النت بتحول من PDF ل DWG فري أونلاين. في صفحات كتير بتحدد الكلام ده أو بتعمل الكلام ده فري وأونلاين. بختار هنا الملف بتاعي، أختار ملف الأساسات، خليه يحوله. احمل الفايل بتاعي. اعمل له كات. وافتح الملف باستخدام برنامج الاوتوكاد. ادي الرسمة PDF حولناها DWG او ملف اوتوكاد. لو جيت اعلم كده على الحدود مثلا بتاعت اللبشة، هلاقي ان هي مش معمولة خط، هي معمولة بولي لاين، هي معمولة بولي لاين وسميك. هفجر الرسمة بتاعتي، اعمل اكسبلود، هلاقيه فجر الرسمة بتاعتي وعمل الخطوط بتاعتي lines بدل البول لاين السميك اللي كان موجود. طيب بعد كده هعلم على الحدود بتاعت اللبشة بتاعتي. مثلا اختار اللون الاحمر وهمشي بولي لاين. همشي على الحدود الخارجية للبشة.
كده انا حددت الحدود الخارجية بتاعة اللبشة بتاعتي بولي لاين باللون الاحمر، اختار لون تاني لون اصفر مثلا، وهعمل الفتحات بتاعتي كبولي لاين برضو باللون الاصفر. طبعا اللبشة دي متماثلة، فبالتالي هرسم الفتحات في النص اللي على الشمال وعمل لها ميرور عشان اعمل الفتحات اللي في النص الايه اللي في النص اليمين. طبعا ممكن استخدم الامر بتاع المستطيل بدل البولي لاين، وده هيكون اسهل معايا في الايه في الرسم. ممكن نعمله كده او كده. كده انا عملت الفتحات اللي موجودة في النص الشمال، أعلم عليها وأعمل الأمر ميرور على أي خط رأسي بيمر بالإيه. هنا حصل لبس معايا، أعمل كنترول زد، ممكن إن أنا أنقلهم بره الأول، أعلم على حدود اللبشة وأعمل سيليكت سيميلر واقول له كوبي، خدت اللبشه بالفتحات بتاعتي بره، واخد خط بيمر بنص اللبشه اعمل له كنترول سي من اي كورنر من الكورنرز بتاعت اللبشه، والخط ده امده رأس طبعا، وأعلم على الفتحات بتاعتي دي واعمل ميرور حوالين المحور ده. تمام كده انا علمت على اللبشه، علمت على اللبشه بتاعتي، وعلمت على الفتحات او عملت الفتحات بتاعتي، الفتحات بول لاينز واللبشه ايه بول لاينز. طيب هاجي هنا هبص على السكيل، هشوف المسافات بتاعتي. انا عندي مثلا المسافه الكليه بتاعت اللبشه 38 متر و10 سنتي. لو جيت اقيس المسافه بقى على الرسمه هشوف هتطلع لي كام، هل السكيل مظبوط؟ طلع لي 760.7 من 1000، 760.7 من 1000. طب عايز اخلي 760.7 من 1000 دي 38.1 من 10، هروح هنا هقسم 38.1 من 10 على
760 و7 من ألف هيديني سكيل اللي هو الرقم ده. هقوم رايح على الاوتوكاد على الملف بتاعي وأعلم على الرسمة بتاعتي كلها والسكيل من أي كورنر، أختار السكيل بتاعي أروح كده أقيس المسافة بتاعتي ألاقيها هي هتطلع 38.1 متر. أفتح ملف تاني غير الملف ده، أنقل فيه البلاطة بتاعتي كنترول سي اللبشة يعني، تمام. والملف ده انقل المحاور الاكس والواي للكورنر اللي على الشمال تحت بحيث ان النقطه دي تبقى الصفر والصفر بتاعي في البلا، ومحور التماثل ده الغيه، تمام. وبعد كده هعمل ريفرنس بوينتس او علامات للاركان بتاعه البلاط. هاجي في اليوتيليتيز هنا بوينت ستايل، اختار اي علامة من دول، اختار النسبة بتاعتها 10%، واقوم عامل point، ابدأ من هنا دي كده الاركان بتاعت البلاطة. اعمل region all عشان يبقى كل الايه points قد بعض. الملف ده هعمل له سيف، الملف هنسميه drawing مثلا 1 وهخليه dxf، الامتداد بتاعه ملف dxf سيف، تمام. اروح على برنامج ELPLA، اعمل نيو بروجكت، اختار analysis of slab foundation next. طريقه الحل مش فارقه معايا دلوقتي، فهسيبها زي ما هي 1 وانسيمتريك سيستم. طبعا اللبشه اللي احنا خدناها دي انا ممكن احلها سيمتريك سيستم واحل نصها بس، لكن احنا هنحلها هنا كلها كامله. وطبعا هنا انا مش محتاج برضو الحاجات دلوقتي او الاوبشنز دي. هاجي على الملف بتاعي وهسميه Raft، اعمل له سيف. البروجكت ايدنتيفيكيشن تايتل Raft تايب بي، البروجكت تاور بي، واكتب اسم المشروع بتاعي. افتح الشبكة بتاعتي واعمل كنسل من هنا، اروح على السيتنج اشوف السيستم اوف يونتس، الوحدات طبعا الوحدات الطول بالمتر، السيتلمنت والاكسنتريستي والحاجات دي بالمليمتر، والفورسز بالكيلو نيوتن. اجي على فايل، افتح اوبن دي اكس اف فايل، واروح على الفولدر اللي انا هشتغل عليه اللي هو اوتوكاد ده، واختار drawing 1 واعمل open،
طبعا ما فتحش معايا، ما فتحش ليه؟ لان الملف مفتوح في الاوتوكاد. لا، اقفله في الاوتوكاد، اعمل نو، اروح ل ELPLA، افتح الملف تاني، اوبن دي اكس اف، افتح دروينج واحد. هنا بيقول لي الفاكتور ده اللي هو السكيل يعني، والديسبيسمنت اكس وواي. انا مظبط كل حاجه في الاوتوكاد، فاقول له اوكي. الاقيه جاب لي الرسمه بتاعتي على برنامج ELPLA. هروح في الشبكة وأقوم قايل له أختار من إن تيبل في الريفرنسز، الريفرنسز بوينتس أو الريفرنس بوينتس دي أصدرها للإكسل، أصدرها للإكسل. واعمل بيج لاي اوت، واخلي الشيء بتاعي مظبوط يعني من الشمال لليمين بالانجليزي، تمام. بعد كده اروح في نفس القائمه بتاعت التيبل، اروح على سلاب كورنرز. قبل ما اروح على السلاب كورنرز، انا عندي الرسمه اللي جيت عندي دي كلها، دي ريفرنس بوينتس، النقط اللي انا علمت عليها دي في الاوتوكاد، والباقي ده كله عباره عن ريفرنس لاينز او ريفرنس كورنرز. ريفرنس لاينز دي كل دي ريفرنس لاينز او ريفرنس كورنرز موجوده عندي. ريفرنس كورنرز دي اللي هي الفتحات دي. طبعا انا هظبط كل حاجه. طبعا البلاطه مش موجوده، هي موجود بس ريفرنس لاينز وريفرنس بوينتس، فانا عايز ادخل البلاطه بالاركان بتاعتها. اقوم رايح على سلاب كورنرز، اعمل انسيرت سلاب ان تيبل. طبعا ما فيش لسه بيانات دخلتها، هبعت الجدول ده للاكسل. واعمل بيج لاي اوت، تمام. هقوم ناقل الريفرنس بوينتس الاحداثيات بتاعتها دي، هنقلها في الجدول بتاع سلاب كورنرز، واظبط هنا الارقام بتاعت السلاب كورنرز، وهنقل دول زي ما هم للملف كله. بعد كده اعمل كوبي لكل ده، واقوم رايح هنا في الايه، في السلاب كورنرز، اعملها نيو، واعمل بيست فروم اكسل، واقوم دايس اوكي. هيطلع عندي البلاطه بتاعتي او الليبشه بتاعتي، ادوس اوكي. كده ظهرت عندي ايه، البلاطه بتاعتي، تمام. اروح هنا على الريفرنسز، انا عايز الريفرنس لاينز دي تكون موجوده. الريفرنس كورنرز دي ممكن الغيها، ممكن ان انا ايه الغيها، مش محتاجها. اقول له اوكي، اعرضها تاني. كده ما عنديش ريفرنس كورنرز، عندي بس ريفرنس لاينز، تمام، اللي هي الخطوط بتاعت الفتحات دي، وعندي الريفرنس بوينتس بس بتاعت الايه، بتاعت اركان البلاطه، تمام. طيب الفتحات دي هدخلها ازاي؟ هندخلها عن طريق الاوتوكاد. طب هندخلها عن طريق الاوتوكاد ازاي؟ هنشوف مع بعض. الاول هظبط مش للشبكة بتاعتي، اختار المش اللي على اليمين تحت دي، ادوس اوكي، واختار generating finite element net. واختار الشبكة الديفول دي، اشوف هتجيب معايا شبكة كويسة ولا لا. جابت معايا شبكة، وحط في اعتباره
الريفرنس ايه؟ الريفرنس لاينز او الفتحات بتاعتي. طبعا دي كده البلاطة ما فيهاش فتحات، يعني الخطوط دي بس ريفرنس ايه؟ ريفرنس لاينز. يعني ايه ريفرنس لاينز؟ يعني الخطوط دي عايز الشبكة يبقى فيها نودز، عندها في نودز بتمر بالريفرنس لاينز دي وبالريفرنس كورنرز بتاعتها. تمام. طيب هعمل سيف للملف ده، بعد كده هقول له ميك 3D فيس فايل. هسميه 3D فيس، وهو ملف DXF يعني فتح بالاوتوكاد، وقول له سيف. اروح على الاوتوكاد وافتح الملف، اجيب الامتدادات DXF وافتح ملف 3D face. هلاقي ده الملف بتاع الشبكة اللي انا عملتها في ELPLA، اتفتح لي على برنامج الاوتوكاد. طيب على البرنامج بتاع الاوتوكاد لو جيت ابص، لو علمت على اي مثلث من المثلثات بتاعه الشبكه، هلاقي ان في البروبرتيز بتاعته هو عباره عن 3D فيس. 3D فيس تمام. طيب اطلع الفتحات بتاعتي والغي الاليمنتس بتاعت ال 3D فيس منها، بحيث ان افرغ الايه الشبكه. هقوم جاي هنا ألغي الـ 3D face بتاعة الفتحة دي، وهنا نفس الكلام. طبعا اخد بالي عشان ما امسحش حاجه غير الفتحات. طبعا هي الفتحات حاطه المفروض ان هي متماثله. ادي عندي الشبكة بتاعتي بتاعت ELPLA، نفس الشبكة بتاعت ELPLA بس فرغتها من الفتحات، او شلت الاليمنتس اللي موجودة في مكان الايه، في مكان الفتحات. اعمل سيف للملف 3D face ده، وقوم رايح على ELPLA هقول له add 3D face file 3D face. هلاقيه جاب لي الشبكتين على بعض، اقول له نيو، كانسل، نو،
كنسل او اقفل الملف بتاعي بتاع الشبكة، افتحه تاني اقول نيو كنسل اوبن 3D فيس فايل. هعمل نيو جينيريشن الملف بتاعي، طبعا مجابش الايه مجابش البلاطه بتاعتنا، فهم قايله اوبن 3D فيس 3D فيس اوكي، برضو ما جابش الايه الشبكه بتاعتنا. اقوم فاتح واقول له اد 3D فيس فايل، لو قلنا open dxf file هفتح الملف الاولاني خالص اهو، وقلنا add 3d face file اوكي، هلاقيه فتح لي برضو الشبكة من غير فتحات من غير فتحات. افتح الملف تاني بتاع 3D face هلاقيه ان هو اتعمل له سيف من غير الايه من غير ما اشيل الفتحات. اشيل الفتحات تاني كده. انا شلت الفتحات بتاعتي هعمل سيف للملف تاني واقفل الملف وافتحه تاني open 3D face file اقول اوكي، هلاقيه فتح لي الملف هنا بتاعي وعمل الشبكة من غير الايه من غير الفتحات، وعمل الشبكة بتاعتي من غير
الفتحات. طيب الوقت انا في حاجة تانية كنت عايز اعملها بالنسبة للملف بتاعي. انا عندي هنا اماكن الاعمدة، عندي اماكن الاعمدة عايز اعملها كريفرنس بوينتس على الشبكة، عايز اعملها ريفرنس بوينتس على الايه، على الشبكة. هقول هلغي الهاتش بتاع الأعمدة، وبعد كده هاجي في اليوتيليتيز وظبط البوينت بتاعتي وبعد كده هعمل بوينت عند نص العمود، عند نص الايه او مركز العمود، عند الحتة اللي فيها مثلث دي. طب دي بخليه يعملها ازاي؟ باجي من هنا في السناب مود، في السناب سيتنج، بختار في الاوبجكت سناب العلامات بتاعة الميد بوينت والسنتر والحاجات دي عشان ايه، يجيب لي النقطة بتاعت مركز المساحة بتاع العمود. هوم ايل، اعمل علامة كده، اجي عند كل عمود وعلم على علامة الايه، علامة المثلث دي اللي هي مركز الايه، العمود او مركز الخط بتاعي المايل ده. طبعا هعمل نص الأعمدة بس، نص على الشمال والباقي هعمل له ميرور، الباقي هعمل له ايه، هعمل له ميرور باستثناء الثلاث أعمدة دول اللي بيمروا بمحور الايه، بمحور التناسل. أبص كده على كل الأعمدة في الجنب الشمال أشوف أنا علمت عليها كلها ولا لأ. تمام، هلاقي نفسي علمت على كل الأعمدة اللي على الشمال، أعلم على البوينتس دي وأعمل سيلكت سيميلر عشان يختار لكل النقط دي، أخليها بلون تاني، أخليها باللون ده مثلا السيان ده، واعمل كنترول سي، من اي ركن من اركان البلاطة اخد ريفرنس وقمنا إلها. تمام، افتح الملف بتاع ال 3D face افتح الملف بتاع الايه، بتاع ال 3D face. تمام،
اعلم على واحدة من 3 دي فيس واعمل سيلكت سيميلر والغي ال 3 دي فيس على اي لغاها كلها او اعمل كنترول زد اعمل بولي لاين او بلاش اعمل بولي لاين هروح على هنا اختار الحدود بتاعت الليبشة اعمل كنترول سي او كوبي واجي هنا اجيبها واعلم عليها من اي نقطة اعلم عليها كده بعد كده اختار واحدة من 3 دي فيس واعمل سيلكت اختار امر سيلكت سيميلر واملغي الايه لغي ال 3 دي فيس واجي هنا اعمل كنترول سي للبشة كلها وانقلها هنا اختار في اليوتيليتيز بوينت ستايل وهنا هعمل سيلكت سيميلر كنترول سي انقل محور التماثل وعلم الغي ده بقى كده وعلم على واحدة وعمل select similar واختارهم كلها كلهم وعمل mirror حوالين محور التماثل دوس اوكي اعمل save as الملف ده dxf file سميه drawing مثلا 3 قول له سيف تمام امسح اللبشة محور التماثل ويبقى على قد ايه على قد كده وخلاص عملت سيف الفايل اقفله واجي في البلا هقول له اد دي اكس اف فايل وافتح دروينج 3 قول له اوكي هلاقيه جاب لي اللبشة بالفتحات بالريفرنس بوينتس بتاعت الأعمدة بالريفرنس بوينتس بتاعت الايه بتاعت الأعمدة هل أنا ناسي أعمدة أو حاجة؟ المفروض إن الأعمدة تكون ايه متظبطة أعمل الشبكة بتاعتي طبعا هاجي هنا reference corners انا ما عنديش reference corners reference lines ما عنديش برضو reference lines ده كويس عشان الذاكرة reference points هي reference points بتاعت الايه بتاعت الاعمدة السرب corners عندي الحدود بتاعت البلاطة والopening corners عندي 18 فتحة موجودة في الايه في اللبشة اختار هنا نوع الشبكة الاخير ده واختار الشبكة بتاعتي بدل ما هي واحد خليها نص والربع دي خليها ايه تمن بالمنظر ده كده وادوس اوكي هلاقيه عمل لي شبكة للبشة ذات الفتحات الفتحات مظبوطة واللبشة الحدود بتاعتها مظبوطة والreference points اللي هي أماكن الأعمدة أو المراكز بتاعت الأعمدة موجودة عندها نود عشان يحسب عندها موجودة عندها نود عشان يحسب إيه عندها كده أنا دخلت الشبكة بتاعتي أعمل save ادوس كلوز
الفاونديشن بروبرتيز. انا عندي اللبشه بتاعتي السمك بتاعها قد ايه. لو رحت هنا وبصيت على السمك هلاقيه 600 ملي، يعني 6 من 10 ايه سنتي. اليونت ويت 25 طبعا يا خرسانه. فاونديشن ديبث هنبقى نشوفه في تقرير التربه، مثلا نخليه 2 متر. الاليمنت جروب طبعا دي خرسانه حسب الكود المصري، خرسانه لو الاجهاد بتاعها 250 هيبقى معامل يانج بتاعها 2.2 من 10 في 10 7، والبونسو ريشيو 17%، والسمك بتاعها 60 سنتي. بص اوكي. طبعا انا اخترت السمك 60 سنتي. اقفل الملف ده. ملف السويل انا مختار طريقه الحل لينير كونتاكت بريشر، فالووتر تيبل خليه مثلا عند 1 متر مفيش مشكله. نيجي لللودز. طبعا البرنامج لو هنج معايا مضطر ان انا افتحه تاني. افتح برنامج الفرع بتاع الاحمال. بعد كده اقوم رايح على التيبل ديستريبيوت لود، بختار الاوبشن ده اللي بيوزع لي الحمل بتاع العمود على المساحه بتاعه الايه بتاعه العمود، ما يخلوش حمل نقطه، لا حمل مساحه ايه مساحه مقطع العمود. الكولوم تايبس انا عندي نماذج الاعمده طبعا بشوفها في لوحه المحاور والاعمده. هفترض ان الاعمده بتاعتي 30 في 60 فهعمل نموذجين، اللي بلا ما فيهوش الامكانيه بتاعه تدوير العمود. فلو عندي عمود ابعاده 30 في 60 مره واقف ومره نايم بالعرض فكده هعمله نموذجين. النموذج الاول واقف الاكس بتاعه ب 3 من 10 والواي ب 6 من 10، والنموذج الثاني الواي بتاعه ب 6 من 10 والاكس ب 3 من 10. دوس اوكي. بعد كده في قائمه ان تيبل اروح لبوينت لودز وابعتها للاكسل. واعمل بيج لي اوت اوديها ناحيه الشمال. طبعا ما فيهاش حاجه. هقفل بقيه ملفات الاكسل اللي مفتوحه. اقوم رايح على الابلا. هقفل ده دلوقتي مؤقتا وهعمل حاجه المفروض كنت اعملها. هقفل ملف الاحمال ادوس سيف وارجع لملف الشبكه تاني. واعمل نيو جنريشن واجي في الريفرنس افتح الريفرنس بوينتس واوديها للاكسل. سند تو اكسل. اعمل بيج لي اوت انقلها ناحيه الشمال. تمام. اختار الاحداثيات بتاعه الريفرنس بوينتس واحطها في الاكس والواي هنا. تمام. الاحمال هفترض ان كل الاعمده احمالها 500 كيلو نيوتن. طبعا هو ده حمل غير حقيقي، المفروض ان انا بحسب احمال الاسقف وبدخلها عندي، وهسمي الاعمده سي 1 وسي 2 وهكذا. تمام. الكولوم تايبس هفترض الاول كل الاعمده نموذج واحد
اللي هو أبعاده 30 × 60، وهنا عدد الأعمدة أشده لحد الآخر هما 42 إيه 42 عمود. أعلم على كل ده Ctrl C وأرجع لـ ELPLA، أعمل الشبكة تاني نفس الشبكة اللي كنت عاملها كانت كويسة، أقول له سيف، أقفل ملف الشبكة، أروح لملف الأحمال تاني، تمام، أروح لإنتيبل بوينت لودز، بيست فروم إكسل، وألغي أول خانة دي، ديليت، وأقول له أوكي، هلاقيه عمل لي الأعمدة عند الريفرنس بوينتس، تمام. طيب ممكن اروح في السيتنج في بلوك بارامترز، طبعا هنا انا مختار اوبشن ديسبلاي كولوم تايبس عشان يعرض لي النموذج بتاع الايه بتاع الاعمده. طيب دلوقتي في عندي اعمده افقيه واعمده راسيه، في اعمده افقيه واعمده راسيه، ده غير ان احنا نسينا ثلاث اعمده بتمر بالمحور بتاع التماثل بتاعي. دي ممكن اجيبها ازاي او اجيب الاحداثيات بتاعتها ازاي؟ افتح الملف، بتاع درون 3، تمام، واروح على الرسمة دي، هعلم بوينت عند الثلاث أعمدة، تمام كده انا علمت على تلات اعمدة، هختار التلات نقط دول، واقول له كنترول سي، كنترول سي او سي او يعني من الحد ده بتاع البلاطة، اختارهم تاني، Ctrl C، واعمل ريجن اول عشان يبقى كل النقط قد بعض، اعمل كنترول سي لللبشة بالحدود بتاعتها بالريفرنس بوينتس وانقلها هنا، تمام، اعلم على التلات اعمدة الجداد دول، اعمل كنترول سي من اي نقطة وانقلها عندي نفس الايه نفس النقطة هنا. طبعا انا بعمل الكلام ده كله وبجيب عند نفس الرسمة بتاعت 3D face الاولانية عشان دي اللي مزبط عليها نقطة الصفر والصفر بتاعتي، الغي دي كده، تمام،
بعد كده بعمل سيف في ملف drawing 3F سيف. اقول له نو، اقفل الملف. بعد كده اقوم رايح هنا هقفل الملف بتاع الاحمال، اروح على ملف الشبكة، اعمل new generation، واعمل add dxf file drawing 3، اقول له اوكي تمام. افتح الreference points، هلاقيه عمل لي الاعمدة مرتين فوق بعض، هلاقيه عمل لي الاعمدة مرتين فوق بعض. هعمل ده send to excel، اعمل page layout، اروح هنا اشوف هل فعلا كرر الأعمدة ولا لأ، أعلم على العمودين دول وأقوم قايل أعمل لهم sort حسب الإكس من الأقل للأكبر، هلاقي فعلا مكرر الإيه، مكرر الأعمدة، عامل الأعمدة فوق بعض كده. هضطر ان انا امسح عمود عمود، اعلم على عمود واسيب عمود. الطريقة دي مش فعالة، هعلم على العمود الأولاني. أو هعلم على الصف الأولاني، الصف ده متكرر، ده متكرر، ده متكرر، ده متكرر، ده متكرر تحت. نكرر، ناخد واحد بس، نكرر، 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 ناخد واحد بس. طبعا اخد بالي عشان ما امسحش عمود مش موجود، ما امسحش عمود موجود قصدي. التلات أعمال دول مش متكررين، لكن الباقي إيه؟ متكرر.
نعمل ديليت ونظبط ارقام الاعمده. هما كانوا 42 عمود وزودنا عليهم 3 اعمده يبقى فعلا 45 ايه 45 عمود. يبقى دي الريفرنس بوينتس بتاعتي. اروح هنا اعمل نيو بيست فروم اكسل تمام. اعمل الشبكه بتاعتي تمام. ادي الشبكه بتاعتي بالايه بالاعمده. اعمل سيف كلوز. يعمل فيكسنج للداتا بتاعت الفاونديشن بروبرتيز. بعد كده اروح لملف الاحمال واروح على table point loads. دي كده الريفرنس بوينتس بتاعتي اللي احط عندها الاحمال. اختارها هنا اقول له اوكي وهكمل الجدول بتاعي لحد الاخر لحد سي 45 معلم على كل ده وهم قايل له new paste from a from excel. ادي عمل لي الايه عمل لي الاعمده دي موجوده الكولوم تايبس انا كنت ايه كنت عاملها. طيب يبقى الوقت ان انا اعمل ايه. انا عندي نموذجين اعمده, نموذج العمود وهو واقف ونموذج العمود وهو نايم افقي. اختار كده من الرسمه بتاعه البي دي اف الاعمده المايله واغير القطعات بتاعتها. هاجي على edit loads واختار مثلا العمود اللي فوق ده اخلي نموذج 2 تمام. اول صف ما فيش مشكله. بعد كده العمودين دول واللي زيه الناحيه الثانيه تمام. أول صف مفيش فيه مشكلة. الصف التاني صف قصدي اللي بعد كده ده بالدبل كليك عن طريق أمر إيديت لودز بقدر إن أنا أتحكم في الأحمال بتاعة العمود والإحداثيات بتاعته والنموذج بتاعه
طبعا الاحظ ان انا نسيت عمود في الناحية الشمال وعمود في الناحية اليمين، اللي هو العمود ده ده وده. هرجع للاوتوكاد هلاقي ان انا مش معلم عليهم فعلا، لا ان انا ايه مش معلم عليهم فعلا. اعمل ريجن اول اعلم عليهم، اختار اند بوينت، او هعلم على عمود واحد وهعمل ميرور لي كنترول سي، اخده من اي طرف من اطراف اللبشه، اقول له هنا واقوم نقله، اعمل له ايه ميرور. بالمنظر ده كده، او ممكن ان انا افتح الملف بتاع رون 3 واخد الرسمة دي انقلها هنا، اعمل ريجن اول المنظر ده كده، ولاقيني ايه للايه العمود التاني الناحية التانية، اخدهم برضو من هنا كنترول سي من النقطة دي، الاقي حطهم لي او ماسح الرسمة دي، طيب الملف ده هحفظه جوه 3 وهاجي هنا هقفل ده. طيب واحد هيقول لي انت هتعمل نفس اللي انت عملته ده للمرة الثالثة وهتقعد تمسح عمود عمود والكلام ده كله، هقول له لا في حاجة تانية انا المفروض كنت اعملها ولكن انا ما عملتهاش، هتسهل علينا الكلام ده كله. الملف هو زي ما هو، همسح كل النوتس ما عدا الاثنين الصفر الجداد، ما عدا الاثنين الصفر الايه الجداد، وسميه بقى غير اسمه سميه روينج 4 روينج 4 ويكون ملف دي دي اكس اف سيف. بعد كده اقفله واروح للشبكة، احنا رحنا للشبكة اهو، اقوم قايل له add dxf file drawing 4 اقول اوكي، هلاقيه جاب لي العمودين اللي كانوا ايه اللي كانوا ناقصني، وهلاقي الاعمدة او الريفرنس بوينتس هتزيد 2 هتبقى 47 مظبوط تمام، ده افضل من اللي انا عملته قبل كده تمام. المرة اللي فاتت كان ممكن ادخل الثلاث اعمدة دول وامسح بقية النودز، اعمل generating اف اي نت اعمل فلوز اقول له يس سيف تشينجز اوكي، اعمل فيكس للفاونديشن بروبرتيز
هروح على اللودز وأقوم جاي لا المفروض ان انا ارجع تاني اقفل ملفات الاكسل اللي مفتوحة كلها الاقي عمل لي ريفرنس بوينتس عند العمودين اللي هم مش موجودين اقوم رايح على الشبكة اعمل نيو جنريشن اختار من هنا الريفرنس بوينتس واصدرها للاكسل سند تو اكسل عشان يجيب لي الريفرنس بوينتس كلها اعمل بيج لي اوت اوديها من الشمال لليمين وهنا هقفل الشبكه هي معموله اصلا فمش هغير فيها حاجه واقوم رايح على اللودز ان تيبل بوينت لودز اصدرها send to excel الاقي حصل فيها مشكلة اقفل الملف اعمل له send to excel تاني بيقراش الملف كله او مفيش مشكلة انا ممكن امسح الكلام ده كله واجي على الريفرنس بوينتس المعلم عليها 47 نقطة اقوم اخدها واقوم رايح هنا اعلم عليها كلها هنا سي واحد سي اتنين اسحب العمود بتاعي الاحمال كلها انا فرض ان هي 500 طبعا المفروض بحسبها من الاسقف وهنا نماذج الاعمدة بس طبعا ده هيغير لي النماذج بتاعت الاعمدة بتاعتي كوبي واروح لإلبلا اقول له نيو بيست فروم اكسل انا عندي كده حاطط لي الايه الاعمده كلها ارجع اغير بسرعه النماذج الافقيه طبعا مع زياده التركيز المراجعة المستمرة بقلل الأخطاء بتاعت الإيه بتاعت الإدخال طبعا ما ينفعش اغير اكتر من عمود مره واحده الا من طريق الجدول لكن غير كده بعمل دبل كليك على العمود وبغير ايه الداتا بتاعته
أراجع الأعمدة الأفقية بتاعتي. الاقي الحمد لله بقت ايه، بقت مظبوطة وكده. عملنا ايه الأحمال أو دخلنا نماذج الأعمدة كلها. جرب أحسب كده، طبعا لو لقيته بطيء في الحل بكبر الأبعاد بتاعت الشبكة، بدل ما هي نص متر أخليها مثلا 3/4 متر وأشوف هتحل معايا ولا هيبقى في مشكلة. دوس اوكي، ابدا ان انا اعرض النتائج. طبعا الطريقه دي بتطلع لي ديسبيسمنت غلط، بتطلع لي ديسبيسمنت غلط لان انا مش اخد التربه في الايه في الاعتبار. الديسبيسمنت لا يعتد بيه، هو شكل كده وخلاص. طبعا هو ولا 12 مللي ولا سالب 14 مللي، تمام. احنا بنعرض بس الايه الشغل بتاعنا. ممكن اعرض الاوبجكت فيور دي، بعرض فيها الرافت بتاعتي 3D في البيئه بتاعت البي اي ام. هبدأ ان انا احركها كده اشوف لحد ما تظهر معايا. هلاقي ادي عندي الهبشة بتاعتي بالفتحات، ايه الفتحات بتاعتها. ممكن اقرب او ايه او ابعد. طبعا في فيديو تاني للكالكوليشن شيت وازاي ان انا اعرضها، بتوضح فيه الكلام ده. طبعا براعي لحل اللبشه دي او عمل اناليسز للبشه دي ان انا احسب الاحمال بتاعه المبنى بالظبط، بتاعه الاعمده بتاعه كل عمود، وانقلها على الاساسات. وراعي ان انا ادخل الجسه بتاعه التربه بالبيانات بتاعتها عشان احسب السيتلمنت بتاع اللبشه دي، واحسب كونتاكت بريشر طبعا والعزوم، ومنها اطلع التسريح بتاع الايه بتاع اللبشه. اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو ده. ان شاء الله نعمل فيديوهات تانيه نعرض فيها قدرات ELPLA على التعامل مع الاساسات. السلام عليكم.